اهلا بيكم يا جماعه مره تانية. بعدين هو لما كان الصوت مش واضح ليه ما قلتلوش ان الصوت مش واضح؟ انا بعتذر عشان المره اللي فاتت الفيديو قطع لان انا كنت ناسي اركب المايك او ناسي امسك المايك اصلا، فعشان كده تلاقوا ان الصوت ما كانش واضح خالص. النهارده في الفيديو ده هتكلم بناء على طلب المشاهدين عن الابراج الاكثر غيره، يعني ايه هي الابراج الغيوره بزياده عن اللزوم. طيب هبداهم بالترتيب. اول برج اللي هو اكتر برج معروف عنه او هي الصفه الاولى اللي بتعرف عنها ان هو غيور هو برج الاسد. برج الاسد غيور جدا جدا جدا، يعني وسبيشالي راجل او ست، يعني الرجاله بتاعته معروفين ان اول عيب من عيوبه تقريبا ان هو غيور بزياده، يعني بيغير جدا على مراته او هي كمان بتغير جدا على جوزها. فالغيره دي تعتبر عيب لان هم الموضوع بيبقى يعني زياده عن اللزوم عندهم. طيب برج الاسد برج كمان بيحب التسلط. يعني ايه بيحب التسلط؟ يعني بيحب يتحكم في حياته اللي قدامه. يعني لو واحد متجوز حد برج الاسد هتلاقيه عايز يعني يعرف عنه كل التفاصيل، هو اللي يمشيه كويس قوي، هو اللي يتحكم في تفاصيل حياته. لو واحده بتشتغل يبقى جوزها هيبقى موست بروبرلي اكتر، يعني مش عايزها تشتغل يعني وعايزها تقعد في البيت. فبرج الاسد الغيره عنده وشكاك، يعني برج الاسد برضو من الابراج اللي تعتبر شكاك. اما برج الاسد لو واحد او ست هتلاقيه موست خناقاته اكتر مع مراته او يعني الحد اللي هو مرتبط بيه بسبب الغيره وبسبب ان هو مش عايز يحتك مع حد من الجنس الاخر يعني. طيب تاني برج معروف عنها ان هي او اللي هو الاول مكرر برج الجدي. برج الجدي مع ان هو برج ترابي مش برج ناري زي الاسد، بس برج الجدي غيور جدا 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 جدا، يمكن اكتر من الاسد كمان. برج الجدي بيخاف قوي على اي حد هو مرتبط بيه، يعني هو من النوع اللي يعني حريص قوي برج الجدي وبيفكر كويس جدا، فدايما بتلاقيه بيخاف قوي على اي حد هو مرتبط بيه، بيخاف ان هو يتاذي، فعشان كده هو بيغير عليه جدا. انا اخويا برج الجدي على فكره، اخويا طول حياته كان يتحكم في لبسي، يعني يجي يقول لي ايه اللي انت لابساه ده، كان يعني بيتضايق جدا، يعني بيركز معايا جدا في لبسي، مش عارفه انا واخواتي، فتلاقيه بقى بيركز قوي في حاجات تفاصيل كتير جدا. الجدي برضو ما بيحبش مراته تشتغل، يعني اي حد برج الجدي لا هو مش عايز مراته تشتغل. فدايما لو حد مرتبط ببرج الجدي او الاسد هتلاقيه مش عايز مراته تشتغل، تحتك بالعالم الخارجي وعايز يحطها كده في بوتقه ويحافظ عليها جدا يعني. طيب برج الجدي كمان هو برج متسلط. متسلط ده يعني عنده حب للسيطره، يعني برضو يعني بيحب يسيطر على حياة البارتنر بتاعه، يعني بيحب ان هو يتحكم فيها بنسبة 900%. زي برج الاسد، هما الاتنين شايفة ان دي صفة متشابهة ما بينهم بنسبة 100%. هما الاتنين بيحبوا السيطرة، يعني دايما يحبوا يسيطروا على البارتنر بتاعهم. البارتنر بتاعهم سواء راجل او ست ما بيحبهمش ياخدوا قرارات، يعني مش عايزينه ياخدوا قرارات، كل القرارات تبقى نابعة من الاسد او من الجدي يعني. عشان كده هما الاثنين لو ارتبطوا بتبقى الموضوع صعب قوي، عشان هما الاثنين محبين جدا للسيطرة. وبلس كمان ان هما يعني هما الاثنين هيبقوا عايزين يتحكموا في حياة بعض بالزيادة، فدي هتعمل كونفليكت ما بينهم او كونفليكت ما بين اي حد هيرتبط بيهم. طيب تالت برج غيور جدا جدا ومعروف عنه طبعا ان هو غيور جدا، برج الثور. برج الثور من الابراج العنيدة اللي دماغها ناشفة، تحس ان هو برضو برج الثور من الابراج اللي الغيره يعني عندها قويه جدا، مع ان هو برج ترابي على فكره. هو معروف ان الابراج الترابيه من الابراج اللي فيها الغيره قويه، مش زي الابراج الهوائيه مثلا. برج الثور هتلاقيه برضو من نوع، بس برج الثور ممكن يكون عنيف في غيرته، يعني هو مش غيرته كده هاديه زي يعني الجدي، تحس ان هو عاقل كده في غيرته، لا الثور عنيف شويه، ممكن لو يعني تحس ان هو غيور بزياده بعنف يعني اجريسيفنس شويه. طيب تالت برج من الابراج الغيوره، وده تقريبا البرج الوحيد الهوائي اللي معروف عنه ان هو يعني غيور، برج الميزان. برج الميزان من الابراج الغيوره جدا جدا جدا، مع ان هي بتختلف مع طبيعه الرابع برج سوري، يعني بتختلف مع طبيعه الميزان، عشان الميزان مش برج ناري او مش برج ترابي، بس هو برج غيور جدا. يعني انا كان واحده صاحبتي مرتبطه او كانت مخطوبه لحد برج الميزان، هي انفصلت عنه تقريبا عشان هو يعني بيغير عليها بزياده. ايفن هي بتشتغل مهندسه ديكور، كانت بتخانق معاها لما حد من مهندسين ديكور زمايلها كلموها في التليفون. فبرج الميزان تقريبا صفه الغيره دي صفه مسيطره عليه جدا، والميزان شكاك كمان، يعني الميزان تحس ان هو لو بيحب حد بجد تلاقيه ممكن يراقبه بقى، ويقعد بقى يعني ايه لا يعني يقعد يراقب الواتساب بتاعه ويشوفه اونلاين امتى ومش اونلاين امتى، فتحس ان هو غيره بشك كمان او مش بشك، يعني هو
الغيرة بتسيطر عليه جدا يعني. فبرج الميزان لو بيحب حد تلاقيه على السوشيال ميديا مهتم قوي يعرف تفاصيل يعني، او مش برج الميزان مش محب للسيطرة زي الأسد والجدي والثور كمان. اما الميزان غيور جدا بس هو مش محب للسيطرة. طيب خامس برج برضه من الأبراج واللي مش بيبان عليها ابسوليوتلي الغيرة، برج القوس. برج القوس برج غيور جدا 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 جدا، بس برج القوس هو ايكولي مع الحمل يعني، حمل وقوس هما الاتنين زي بعض. هما عادة الأبراج النارية جاية من النار، هما غيورين جدا. القوس والحمل هما الاتنين، يمكن الحمل أكتر سنة كمان من برج القوس، هما الاتنين غيورين جدا جدا جدا، ودي مشكلة برضو ما بتواجههم. بس الحمل كمان بيحب برضو السيطرة يعني، الحمل هتلاقيه محب جدا للسيطرة وغيور، ويعني ما بيحبش البارتنر بتاعه يحتك بأي حد ويتكلم مع أي حد، وتحس إن هو عايز يقفل عليه كده ويحبسه في جزيرة بعيدة نائية، مع إن هو الحمل منطلق وبيضحك وبيهزر يعني الحمل بيهزر كتير وبيضحك منطلق، تحس إن هو مش باين عليه الغيرة، بس برضو الحمل غيرته مجنونة يعني. الحمل ممكن لو واحد مثلا مرتبط بواحدة وهو برج الحمل وشافها واقفة مع حد تاني وبتتكلم مع حد تاني بتضحك بصوت عالي، ممكن يروح يعني يتصرف بتصرف غير لائق يعني، هو مش هيتحكم في انفعالاته، لأن هو معروف عن برج الحمل إن هو برج متهور وبرج يعني متسرع يعني، على طول بياخد رياكشنز سريعة. فبرج الحمل مش يعني غيرته مش غيرة عاقلة خالص، هو غيرته غيرة مجنونة، غيرة يعني مش عاقلة. اوكي، برج بقى القوس هو برج غيور بس على الهادي كده يعني، هو غيور بس بيعبر عن انفعالاته مش بأكشن زي الحمل وزي الميزان، لا هو برج القوس بيعبر عن انفعالاته وغيرته بالكلام. وهو هما الاثنين على فكره يعني سبحان الله، مع ان رجل او امراه برج القوس هما منطلقين جدا يعني، تبقى حاجه غريبه ان هما يبقوا غيورين، لسبب ان هما من الابراج اللي بتحب تضحك وتهزر وتنكت، وعندهم يعني الحياه وردي على طول، مش من الابراج المكتئبه والابراج يعني اللي عندها مشاكل بقى في موضوع، لا هما ابراج منطلقه دايما بيهزروا ويضحكوا وبيبقوا مبسوطين جدا ويبسطوا الناس اللي معاهم، بس هما غيورين ما بيعرفوش يغيروا صفه الغيره دي فيهم. بس برضو هما مش زي الاسد والجدي، اسد وجدي دول بيحتلوا المرتبه الاولى بتفوق وبجداره محدش يقدر ينافسهم. سادس برج بقى، وهو من الابراج اللي مش بيبين غيرته خالص خالص خالص، هو برج السرطان. برج السرطان برج غيور جدا وشكاك بقى اكتر من غيور يعني، برج السرطان يكاد يكون يعني صفة الشك عنده اكتر من صفة الغيرة يعني، لو هو مرتبط باي حد من اول الله والوطن هتلاقيه شاكك فيه، مش عارفة ليه شاكك فيه بس هو هيشكك فيه. فبرج السرطان من الابراج اللي هتلاقيها هي بتغير جدا، بس مش زي الاسد وزي الجدي والحمل مثلا بيبينوا غيرتهم، لا برج السرطان ممكن يكون غيران عليك جدا وعمال بيقطع في نفسه من الغيرة، بس مش هيجي يقولك ان هو غيران، هيزعل منك وهيتقمص منك، ممكن يقطع علاقته بيك على فكره، وممكن يخصمك لمده اسبوع وانت مش عارف اصلا انت عملت فيه ايه، بس بعد كده لما تكتشف، لما تقعد يعني تركز معاه تكتشف ليه بقى برج السرطان زعلان منك، علشان انت اكتشف ان انت على الفيسبوك مثلا في حد جه يكلمك وانت هزرت معاه بطريقه ما عجبتهوش، تخيل بقى. فهو طبعا عارفين احنا السرطان وحساسيته، فبالتالي هو هيزعل منك وهيخصمك ومش هيكلمك ومش هيجي يقول لك هو زعلان ليه، انت لازم تقعد تبقى وتشقق وتحقق وتعرف هو زعلان ليه. السرطان عشان اصلا تكتشف ان هو زعلان ليه هتاخد كتير جدا من وقته عشان وتستفز فيه علشان تعرف هو متضايق منك. سوري يا جماعه ان انا صوتي اصلا النهارده مبخوخ شويه عشان انا عندي برد فظيع بكح كمان، انا والعيله كلها تقريبا عيانين يعني. طيب نرجع بقى لاخر برج في الابراج الغيوره، بعد كده هقول لكم ايه الابراج اللي مش غيوره خالص وعادي تلاقيهم اوبن مايند ويكاد يكونوا باردين شويه. اخر برج من الابراج اللي هي بتبان ان هي بارده جدا مع ان هي مش بارده ده خالص، هو برج العذراء. برج العذراء برج ترابي. برج العذراء انت ممكن تنخدع فيه وتحس ان هو برج يعني بارد وساكت عشان هو ما بيعبرش عن غيرته. برج عذراء يعني انا افتكر يعني لا ما بيعبرش عن غيرته خالص، بس هو غيور جدا. فبرج العذراء من الابراج الغيوره، والعذراء عنده حب تسلط وحب تملك يعني الاثنين يعني، هو برج العذراء يعني اولا غيور جدا، ثانيا عنده حب تسلط وحب تملك، بس صعب جدا جدا
ان هو يعبر عن يعني عن غيرته. يبقى خلينا تاني نرجع نحلل الابراج الغيوره جدا اللي بتعبر عن غيرتها. رقم واحد برج الاسد، برج الجدي، يبقى هما باين ان هما غيورين، برج الحمل وبرج القوس، والدلو كمان غيور جدا على فكره. يعني برج الدلو من الابراج اللي ممكن احس ان هي غيوره يعني، بس مش محبه للسيطره قوي يعني. طيب الابراج اللي هي غيوره وتحس ان الغيره ممكن تولع فيها وما بتبينش غيرتها، سرطان وعذراء. طيب ايه الابراج بقى الاوبن مايندد شويه اللي تحس ان هي مش غيوره ابدا ابدا ابدا؟ برج الجوزاء. برج الجوزاء ده يعني لا الغيره لا تمت له بصله. برج الجوزاء ده يعني العالم كله يولع حواليه وهو مش في دماغه اصلا، هو برج هوائي مش في دماغه. فبرج الجوزاء تعتبر من الابراج اللي مش غيوره اطلاقا، ولا عندها حب تسلط ولا عندها حب تحكم. هم عندهم عيوب يعني، بس الغيره دي مش عيب ابدا عند برج الجوزاء. الابراج برضو اللي مش غيوره اطلاقا اطلاقا، برج انا مش عارفه ليه عماله مش مركزه، قوس جدي. البرج برضو اللي مش غيور قوي بس عنده حب تسلط، برج الحوت. برج الحوت على فكره هو مش غيور بجنون، بس عنده حب تسلط، بس انا ما بعتبروش برج غيور يعني. لا برج الحوت لا مش غيور ابدا اطلاقا اطلاقا اطلاقا. طيب بس برج الجوزاء معروف كده اي بي سي دي ان هو مش غيور نهائي نهائي نهائي. طيب ازاي بقى تتعامل مع غيره كل برج؟ برج الاسد اوعى ثم اوعى ثم اوعى ان انت يعني تستهزئ بغيرته، لان هو الاسد عارفين ان هو تينك قوي قوي، فانت لو استهزئت بغيرته يعني خلاص هيقطع علاقته بيك وهيبقى خلاص مش طايقك. برج الجدي يعني لازم تمشي ورا كلام الجدي، لان انت ما مشيتش ورا كلام الجدي هيقطع علاقته بيك ومش مش هيعرفك تاني، لانه برضو برج الجدي من ابراج التنكه. فالابراج دي لازم تتحكم في مواقفك وافعالك عشان ما تثورش غيرتها. الحمل كمان يعني ممكن يخسرك عشان موضوع الغيره، فانت لازم تبقى تاخد بالك من تصرفاتك معاه، ولازم تاخد بالك من الرياكشنز بتاعتك مع برج الحمل. برج الثور، بص برج الثور ده انت مرتبط بحد برج الثور، لو انت ما سمعتش اللي هو عايزه لان هو عنيد جدا، مش خلاص يعني مش هيبقى مش هيقدر يكمل حياته معاك، لان الثور محتاج ان هو يكمل حياته مع حد بيأدبت معاه بيسمع كلامه يعني. بس كده. فانا يعني اتمنى ان انا اكون في حد بيقولي اني برج العذراء وغير غيور، استحاله يعني انت مش غير غيور ايه، بس انت مش بتبين غيرتك. ايه برج العذراء غيور يا جماعه، والله العظيم غيور، بس هو بيبان عليه ان هو بارد. هو والسرطان بيبان عليهم ان هم باردين جدا ومش في دماغهم ومش مجانين يعني. مثلا واحده قفشت جوزها يعني، او اكتشفت ان جوزها بيخونها مش هتقلب البيت زي برج الحمل يعني. اي ست برج الحمل لو اكتشفت مثلا ان جوزها يعرف بنت تانية او حاجه زي كده، او الاسد ممكن يقلب الدنيا ويكسر الحياه على دماغه ودماغ يعني الدنيا كلها. اما عذراء وعذراء وسرطان هتلاقيه بياخد الموضوع بهدوء وبتأني، مش هيقلب الدنيا مش هيبان. وعلى فكره هم تنكين يعني، عندهم غرور كده يعني. برج العذراء تنكته بتمنعه من هو الاسد، سوري السرطان كرامته بتمنعه ان هو يبان غيرته، اما العذراء غروره، او ان هو يعني هو شايف نفسه ان هو لا يقارن، فبالتالي ما يحبش ان هو يحط في يعني ما يتحطش في موقف ان ضعيف. فالعذراء بيخاف على صورته، بيخاف على الايمج بتاعته، فعشان كده ما بينش غيرته. اما بقى السرطان كرامته بتبقى، كرامه السرطان دي حاجه مهمه قوي في حياه السرطان، فعشان كده كرامه برج السرطان بتبقى ناقحه عليه جدا يعني، متضايق عشان كرامته. عشان كده بقول لكم ان هو شكاك وهيزعل يعني. السرطان من الابراج اللي هي لما هيغير عليك هيزعل منك، وممكن يقطع علاقته بيك ما يعرفكش تاني، او هيزعل ومحتاجك ان انت بقى تقعد تديله مبررات 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 عشان تصالحه تاني يعني. اما برج الاسد تنكته برده طالعه من غروره يعني. اسد الاسد وال سوري غيرته طالعه من غروره يعني. اسد و معلش انا مش مركزه عشان انا عيانه النهارده. الاسد والجدي عندهم حته تناكه كده او حب الذات يعني، هما الاثنين يعني بيبقوا شايفين نفسهم فوق الوصف يعني. الحمل يعني بيبقى عشان هو اندفاعي فبيبقى غيور يعني. بس اي حد عنده سؤال يا ريت تكتبوا لي بقى دلوقتي عشان ارد على الاسئله كتير، لان انا تقريبا ما بصيتش على ولا سؤال من الاسئله اللي اتحطت تحت، فانا بص اهو على الاسئله ومستنيه. واي حد كمان بيتفرج على الفيديو يا ريت يعمل لايك للفيديو ويشترك في القناه لو مش مشترك، وكمان يعمل شير عشان اصحابه يشتركوا في القناه، ويكتب لي الكومنت بتاعه على البرج اللي انا اتكلمت عنه لو هو من الابراج الاكثر غيره. انا هعد لاربعه، لو ما حدش سال اسئله هقفل الفيديو. يلا واحد، انا عندي 14 حد على فكره، 14 حد اونلاين. طيب يعني ما فيش اسئله. على العموم يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديو تاني. يا ريت يا جماعه تدعوا لي انا ورندا وعمر ولادي ان احنا نبقى كويسين عشان احنا الاربعه،
ويعني احنا الاربعه ايه، احنا الثلاثه عيانين جدا. في حد بيقولي اوكي حباه بدي اسالك عن عذراء مع عذراء. طيب عذراء مع عذراء انا قلت قبل كده ان هما بيتوافقوا مع بعض عشان هما الاثنين ترابيين، والابراج الترابيه بتتوافق مع بعضها فبيتوافقوا مع بعض، بس هما الاثنين بقى تحس ان هما بقى ايه محتاجين ان هما يبينوا مشاعرهم لبعض عشان تبقى الحياه كويسه. بس عذراء وعذراء بيتوافقوا مع بعض بس فاهمين بعض جدا جدا. عذراء وعقرب طبعا بيتوافقوا مع بعض، والعذراء بتشد اكتر لبرج العقرب، بس هما بيتوافقوا مع بعض. عذراء وتور تقريبا، حد كان كاتب لي عذراء وتور بيتوافقوا مع بعض جدا كمان، يعني بيبقى في تفاهم ما بينهم، هما الاثنين بيفكروا بعقلهم يعني. في حد قال لي عذراء وعقرب. عذراء وعقرب بقى انا نسيت على فكره في حاجه مهمه جدا انا نسيتها، من اكتر الابراج ده يا جماعه سوري انا سقطت على فكره، من اكتر الابراج الغيوره جدا ده انا وقعت برج العقرب. برج العقرب ده برج العقرب كمان يتحط قبل برج الحمل وقبل برج الميزان. برج العقرب برج غيور جدا وعنده حب تسلط وتحكم، انا نسيت خالص برج العقرب. يعني دقيقة كام؟ 15. طيب يا جماعة برج العقرب أنا سقطته عشان أنا راجعة من كنت بكشف يعني مش شايفة قدامي. فبرج العقرب من الأبراج الغيورة بشكل مش طبيعي، أنا سقطتها سوري يعني وقعت مني، حتى هو بيتحط في المرتبة التانية يعني بعد برج الأسد والجدي. يعني تعالوا أرتبه لكم تاني، يعني أكثر أبراج غيرة: أسد، جدي، عقرب، ميزان، قوس، بعد كده انا قلت سرطان وعذراء وحمل قبل كمان الميزان والقوس. رجل السرطان مع الجدي، رجل السرطان مع الجدي، طبعا سرطان والجدي برضو بيتفقوا مع بعض عشان هما برج مائي مع برج ترابي. دايما زي ما قلت الابراج المائيه مع الابراج الترابيه بيتفقوا مع بعض، بس سرطان والجدي بيبقى فيه مشكله العند ما بينهم، وان السرطان مش بيعرف يعني الجدي لازم يحاول يحتوي برج السرطان وحساسيته، لان برج الجدي برج عملي جدا ومش بتاع مش عاطفي شويه، ما بيهتمش بالمشاعر زي برج السرطان. فبرج السرطان كائن عايش من اجل الحب، فلازم برج الجدي يحاول ان هو يعبر عن مشاعره للسرطان ويقلل تنكته شويه معاه عشان يعرف يتعامل معاه. انا برج الاسد ايه حيات برج الجوزاء هو مخضوض، شكرا كتير لك. شكرا يا جماعه بشكركم واشوفكم في فيديو تاني، وسوري يا جماعه ان انا سقطت برج العقرب، يعني بعتذر للناس اللي هم من برج العقرب ده، انا بابايا عقرب وناس كتير قوي وصاحبتي عقرب، برج العقرب برج غيور جدا، انا النهارده مش مركزه فانا لخبطت، بس هما دول الابراج الغيوره يعني. هرجعهم تاني واعيدهم تاني: اسد، جدي، عقرب، حمل، ميزان، قوس، وقلنا الابراج الغيوره مش بتبين غيرتها برج السرطان وبرج العذراء. مع السلامه واشوفكم في فيديو تاني، واكتبوا لي اسئلتكم يا جماعه وهعمل لكم لايف تاني اجاوب على الاسئله. باي باي.